ضمن برنامج التوازن المالي للحكومة بهدف تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، تم طرح مبادرة برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب من موظفي الحكومة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة المهندس جمال عبد العزيز العلوي، مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية. بداية نرحب بك سيد العلوي معنا في استوديو مركز الأخبار. أرحب فيك أخ حسين وسيادة المشاهدين. وبلا شك جاء هذا المقترح لموظفي الحكومة بالتقاعد المبكر حسب رغبة الموظف لعدة أسباب بلا شك ستطلعنا عليها. نعم، والله يسلمك. ضمن مبادرات التوازن المالي نفس ما ذكرت برنامج التقاعد الاختياري، هذه نركز على هذه النقطة، أنه هو برنامج اختياري لمن يرغب من الموظفين في الحكومة الخاضعين للجهات الخاضعة لديوان الخدمة المدنية، وبيطبق لمرة واحدة فقط، ويجوز لكل الموظفين التقدم للبرنامج ما عدا شغلي الوظائف العليا. المقصود بشغلي الوظائف العليا يعني من درجة مدير؟ نحن نتكلم عن شغلي الوظائف العليا بحسب تعريف قانون الخدمة المدنية، اللي هم مدير وكيل مساعد ووكيل، هذه استثناهم البرنامج. أما فيما عدا ذلك جميع موظفين الخدمة المدنية يحق لهم تقدم البرنامج وفق شروط معينة. نعم، إذا هذه هي الشروط التي يعني تنطبق على الموظف. نعم. لأن يقدم هذا الاقتراح بالتقاعد المبكر حسب رغبة الموظف طبعا. نعم، هو في النهاية حسب رغبة الموظف. في شروط احنا يعني استطرد فيها، لابد أن يكون الموظف يعمل في جهة خاضعة للخدمة المدنية. نعم. ديوان الخدمة المدنية، زائد أنه عنده 10 سنوات خدمة فعلية على رأس العمل. نعم. في الحكومة. نعم. هذه أحد الشروط. ونفس ما قلنا استثنينا الوظائف العليا. في شرط له عدم رجوع الموظف للعمل في الحكومة بكافة أنواع التوظيف يعني. نعم. هذه اشتراطات. إذا كان هو عرض فلابد أن هناك بعض يعني الإيجابيات التي تصب في صالح الموظف سواء كان المواطن أو حتى المقيم. أنا لكي أقبل على هذا المقترح. نعم. لابد أن هناك بعض المزايا. نعم. التي تجذبني للقدوم لهذا المقترح. نعم، هو الهدف أصلا من المبادرة ذي أن تشجيع موظفي الحكومة. نعم. للانخراط في العمل الريادي، ريادة الأعمال والقطاع الخاص يدشون حق النمو الاقتصادي للبلد. فبالتالي في حوافز مالية حق الموظف اللي بيقبل أو يرغب في أنه يدش في ذي البرنامج. نعم. من أهمها أن احنا بنضم له 5 سنوات في الخدمة. نعم. زائد تعويض مبلغ نقدي عن 5 سنوات شراء خدمة بيأخذها الموظف. وللموظفين الذين قاموا بشراء سنوات خدمة هذه كذلك احنا راعينا ذي الأمر. فبيصير تعويض لهم عن هال5 سنوات، يأخذها مبلغ نقدي يستلم الموظف. والأمر متروك له. نعم. الأمر متروك له، يعني يا في بعض الموظفين قاعد انه يرد يشتري اذا ما شرى سنوات خدمه يشتري سنوات خدمه. نعم. او انه يفضل يستفيد منها حق رياده الاعمال او يسوي له مثل عمل خاص او الى اخره. نعم. فهي حق الموظف بالاضافه الى الامور الاخرى اللي يستحقها الموظف مثل الترقيه والمكافاه المرتبطه بنهايه الخدمه ومكافاه الخدمه الحكوميه، هاي كلها بيستحقها الموظف. نعم. اذا من ابرز الشروط التي يعني تجعل الموظف أن يقدم على هذا الاقتراح يجب أن يخدم 10 سنوات. نعم. كاملة في الحكومة أو في المؤسسات المضوية تحت ديوان الخدمة المدنية. نعم. نعم. أن ما هو الشرط الآخر؟ أن لا يكون من كبار الموظفين. نعم. الذين صدر بهم مرسوم. بالضبط، مرسوم. نعم. أو قرار من سمو رئيس الوزراء. نعم. فبالتالي ما يكون أحد شغل الوظائف العليا. نعم. فيما عدا ذلك جميع الموظفين من حقهم التقدم للبرنامج. نعم. سيد العلوي دعنا نطرح مثال الآن لموظف عمل ل10 سنوات كاملة في. نعم. إحدى الوزارات أو. نعم. الجهات الحكومية وأراد التقدم لهذا المقترح. نعم. كيف ستكون الإجراءات؟ ما هي الحسابات؟ أنا كمواطن أود أن أعلم. نعم. أن أنهيت 10 سنوات. نعم. ما الذي سأحصل عليه من ديوان الخدمة المدنية؟ نعم. هو من باب التسهيل على الموظفين في الجهات الحكومية. نعم. موقع الديوان الرسمي من بكرة إن شاء الله بيكون في لينك حق التقديم. نعم. بداية التقديم بيكون احنا مسويين نفس الحاسب الآلية، يحط الموظف بياناته بتقرب له تعطي مبلغ تقديري. نعم. ايش بيكون راتب التقاعد والميزات اللي بحصلها. نعم. ومن ثم يقدر يقرر يقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للديوان. يعني عملية حسابية مبسطة مبسطة للموضوع. موجودة، مجرد يدخل
بياناته وسنوات خدمته وراتبه وعلاواته تظهر النتيجة ويقرر على ضوءها. نعم. مبدئي طبعا. طبعا الحاسب الدقيقة متفاوتة هي أم شبه دقيقة؟ لا لا الدقة فيها عالية. نعم. بس ما نقدر نقول 100% لأن في أمور ترتبط باحتساب التقاعد، في أمور أخرى تفاصيل ما نقدر نحطها حين. نعم. مجرد مسهلين يعني بشكل تقديري نسبة أزيد من 90% الدقة تقريبا شبه دقيقة. شبه دقيقة يعني يقدر الموظف ياخذ قرار مبدئي عليها. نعم. ولا زال الخيار حق الموظف انه يلجأ حق جهة الحكومية ويعطيها بياناته وتحسب له. واحنا في هالمناسبة يعني اليوم أقعدنا ورش ويا كل الجهات الحكومية. نعم. ودعيناهم وشرحنا لهم الأمور فهم بالتالي مهيئين انه يشرحون حق موظفينهم. هل هناك فترة زمنية محددة للتقديم لهذا العرض؟ نعم، هاي سؤال يعني ممتاز في محله. العرض مرة واحدة احنا بنبتدي من بكره تاريخ 9 لغايه 8 نوفمبر، شهر واحد للموظفين التقديم للتفكير والتقديم. التفكير والتقديم وخلاص ما بينطرح مره ثانيه. والاجراءات التي ستتخذ الان سين من الناس اقدم. نعم. على هذا المشروع، مشروع التقاعد المبكر. نعم. الاختياري كم يستغرق من الوقت حتى تنتهي هذه الاجراءات؟ احنا طبعا حاطين مثل ما نقول معيار تنظيمي لعملية التقديم شهر، ومن عقبه بيصير تقريبا بينه وبين الجهات الحكومية والجهات المعنية حوالي بعد شهر، لكن حاطين موعد نهائي حق خروج الموظفين اللي بيستفيدون من البرنامج نهاية شهر فبراير إن شاء الله. نعم. 2019. هل يستدعي موافقة المسؤول المباشر للموظف لكي يعني يقدم على هذا العرض؟ لا، التقديم ذي مباشر من الموظف، من حقه يقدم حق ديوان الخدمة المدنية. ما بيكون الجهة الحكومية طرف في عملية التقديم، لكن للجهات الحكومية عقب ما نستلم احنا طلبات. نعم. الوزارات ابداء الرأي في بعض الطلبات وترفعها للديوان والديوان ينسق مع الجهات المعنية للقرار. ماذا عن الوظائف الملغية؟ نعم. او التي ستلغى، هل تندرج ضمن هذا العرض؟ نعم هو اساسا البرنامج يستند على المادة 15 من قانون التقاعد اللي هي اصلا الغاء الوظيفة، فبالتالي هو إلغاء للوظيفة. إذن هو مشابه لإلغاء الوظيفة. نعم. إلغاء الوظيفة يعني ديوان الخدمة المدنية يقوم بشراء 10 سنوات. نعم. للموظف. نعم. فبالتالي الآن هذا العرض الذي تقدمونه بمثابة إلغاء وظيفة، بمثابة تقديم عرض للموظف. نعم. الذي لم تلغى وظيفته أساسا. بالضبط، لكنه مجزي أكثر. نعم. يعني إحنا إلغاء الوظيفة حسب القانون 5 سنوات فقط. إحنا اليوم بنعطي 5 سنوات زائد 5 سنوات مبلغ نقدي بيستلم الموظف. نعم. وهو يقرر يبي يشتري او يستفيد منه ومع راتب تقاعدي، مع معاش تقاعدي. هاي نقطه مهمه الله يسلمك لازم ناكد عليها. نعم. جميع اللي بيستفيدون من البرنامج بيحصلون معاش تقاعدي حسب قانون التقاعد المادة 15. نعم. اذا سيد سعادة المهندس جمال عبد العزيز العلوي مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية، كل الشكر والتقدير لك لحضورك معنا في استوديو مركز الأخبار. شكرا لك. شكرا.